ليه ما بنعرفش نقفل امتحان انجليزي ثانويه عامه؟ معظم الطلاب بيعتمدوا على شكل الامتحان هيكون ازاي ويبداوا يذاكروا ويتعاملوا معاه كانه ماده حفظ، مع اننا بنحفظ فيه من كي جي 1 وبرده بننساه، وده طبيعي لان الانجليزي ما بيتحفظش. لازم تبقى فاهم كويس قوي عشان تقدر تحل اي امتحان، ولان للاسف معظمنا ما تاسسش كويس. CEC عملت لنا للسنه السادسه على التوالي منح الطلاب الثانويه عشان تاسسكم في الانجليزي من بدايه تكوين الجمله لغايه تقفيل اي امتحان. يعني ببساطه هنركز معاك على الجرامر وان يبقى عندك حصيله كلمات كويسه، وده هتحتاجه في اي امتحان. ومش بس كده، هنركز معاك في تريكات الجرامر اللي دايما بتقف قدامك ومش بتعرف تحلها، وهنساعدك تكتب باراجراف صحيح وعملي، وانك تترجم صح، وانك تحل اي قطعه مهما كانت صعبه. يعني هتخلص المنحه دي وتبقى فاهم ومتاسس في الانجليزي وتقدر تقفل اي امتحان.